كأس العالم بدأ، الحدث اللي بتنتظره تقريباً كل 4 سنين. تقدر تستخدمه في التسويق الإلكتروني من خلال التسويق لمنتجك، من خلال إن أنت تعمل عروض، يعني مثلاً توقع الفائز في مباراة كذا وكذا وفي عرض كذا ممكن تستخدمه، سواء كنت بتبيع منتج أو بتبيع خدمة، لأن الناس كتير أو بتبحث دلوقتي عن كأس العالم، فإعلانك ممكن يظهر قدامهم، فتستفاد ان انت بتعمل براند اويرنس للمنتج او الخدمه بتاعتك. تاني حاجه، لو انت شخص ما معكش ولا منتج ولا خدمه، ممكن تكسب من خلال ان انت تعمل مدونه على بلوجر، او تعمل موقع الكتروني خاص بالرياضه، او قناه على اليوتيوب لو انت بتعرف تحلل رياضه، وتعمل الماتش هيبدا الساعه كام، تحليلك للماتش، تشكيل الفريق، وتبدا ان انت تنشر على المدونه بتاعتك وعلى قناه اليوتيوب بتاعتك، منها هتحقق شروط الربح، وبعد كده تبدأ تربح من الإعلانات اللي بتنزل لك على جوجل أدسنس.